نوضحوا الامور. مش الحذاء التونسي تدنى ولا كي كان في اوج العطاء نتاعو ما خممش على المستقبل والانحدار، على خاطر دما دي سيكل يطلع ويهبط، السيكتور يطلع ويهبط. لكن انا نقول لك غياب الدوله اليوم، الدوله عامله معنا حزبجيه مع الصناعي التونسي. انا كصناعي كي نمشي نتوجه للسوق التونسيه باش نشري مواد اوليه، التاجر اللي يجيب فيها خلص عليها اداءات ديوانيه توصل ل 70%، وبالرغم الحذاء البرودوي فينيك يدخل هو من برا الدوله التراب التونسي ما يخلصش دروا الديواني، خلص كان تيفيا. علاش هذا ما يتنحاش؟ علاش انا نمشي نشري صناعي تونسي يمشي يشري مواد اوليه خلص عليها؟ هذه هاي من المال بدينا حزبجيه، معناتها انا من الاول خاسر. كيفاش تحبني نتعدى؟ الدوله غايبه ما قامتش بواجبها، الدوله اللي خلات السوق مسيب، الدوله اللي فرض عليا انا باش ندفع الاداءات والسي ان اس اس ونكون قايم بواجبي كما ينبغي وغيره لا. فهمتني؟ اما تقول لي انت مثلا الكفاءه التونسيه، عندنا من الكفاءات، احنا نلبسوا في رؤساء الدول نتاع العالم، احنا في تونس نلبسوا في رؤساء الدوله التونسيه. نحن علاش نلبسوا في رؤساء الدول؟ نلبسوكم انتم على خاطر نلبسونا احنا ماشي فيه. انا نقول لك صحيح، التونسي يلبس فيه التيست معناها ماركه تونسيه. لا سامحني، اذا كان صحيحه تونسي ماشي ماشي. انا مقبله انتم تيوفيه في النتيجه اللي وصلنا لها، انا جاي لهنا باش نحكيو على الاسباب. كان مش نقعدوا ديما نلوجوا نتيجه مانيش في نبراو، لازم نشخصوا المرض نتاع القطاع. علاش؟ نداويوه يرجع لاباس عليه. عندنا من الكفاءات التونسيه ما شاء الله، علاش التونسي احنا في تونس ما ينجحش كي تحطوا في الخارج في دول متقدمه يولي من الممتازين؟ على خاطر قا هيكله منظمه. اليوم انا تفرض عليا باش نخدم انا البضاعه نتاعنا كصناعي تونسي كي نحطها في الفترينا وتجي سيادتك كمستهلك تونسي فيها 54% اداءات مباشره وغير مباشره، يجي الاخر غير يحط قدام الحانوت نتاعي انا ويبيع. كيفاش تحبني نتعدى انا؟ بنا طريقه باش نخدم. اليوم احنا السيكتور نتاعنا نمشيو للبنوك ما تعطينيش لا تمويل لا حتى شيء، تقول لك فوتر سيكتور اي سينيستري. اليوم معقول انا مثلا مستثمر تونسي نمشي ناخذ كريدي من البنكة كيما كريدي دانفستيسمون كيما كريدي دو كونسوماسيون؟ مش معقول. انا اليوم الكريدي تكلف لي اكثر من 15%، شنو هي الارباح باش نخدم بها؟ وين الاسيورونس؟ وين وجود الدوله نتاعك؟ انا قايم بواجبي اتجاه الدوله في كل شيء، هي مش قايمه بواجبي. احنا عايشين في فتره ترذيل الدوله وترذيل البلاد وماشيين الى بدونه الاقتصاد، سي لا بيدوينيزاسيون دو ليكونومي. اليوم يعني النصاب يخدم 100 مره خير من الحوانتيه. اليوم عندنا اسواق تجاريه في تونس الحوانت ما عادش تبيع، يعيط للنصاب اللي هو باندي عليه، علاش يقعد يعارك فيه؟ يعطيه هو سلعته بحاله قدام حانوت والدوله وين؟